الله وبركاته. طبعا هذه بعض الصور تدل على البيوت القديمه القطريه المصنوعه او المبنيه من طين وحجر، من طين وحجر. هذه بعض الاسواق او الدكاكين القديمه لدوله قطر. طبعا دوله قطر يعني تطورت من البنيه التحتيه، من المباني، من المحلات، من كذا. هذه الصوره عباره على العلاقة الوطيدة والقديمة ما بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية. كان يتم التبادل، طبعاً هالموضوع دي من سنة 1381 تقريباً 1957، دليل على أن العلاقة كانت علاقة وطيدة وقوية. نأتي للكتب هذه، طبعاً هذه إصدارات وزارة الثقافة القطرية. الكتب هذه ليست للبيع وإنما للعرض، لكن بما أن الدولة دولة قطر دائما في التطور وفي التقدم، فنظامها نظام الكتروني. فان كنت تريد اي كتاب حاليا، اي كتاب تريد ان تقراه، عليك بالباركود هذا. تاخذ هذا الباركود وتختار اي كتاب، ترى اي كتاب، اي كتاب تختار، مثلا كتاب هذا كتاب اخترته، تنزيل بي دي اف مجانا وتحميل سريع ما شاء الله. ايوه طبعا عندنا هنا هناك كتب دينية وتفاسير للقرآن الكريم. أقل كتاب حاليا موجود هنا 70 سنة، في 100 سنة، في 150 سنة. ماشي. هذه بعض الكتب. لدينا كتب في عمر 450-55 خط بإيد، قديمة جدا جدا قديمة. شنو المؤلفين؟ هذا عندك كل كتاب في بطاقة تعريفية، عنوان الكتاب، اسم المؤلف من ذاك الزمان. شوف تاريخ كم؟ احنا 2024 وهنا 1861. ايوه 1800، يعني كم سنة تقريبا؟ يعني 300 تقريبا. ايوه. فهذا الكتاب من ذاك الزمان. لك علاقة في الجزائر مع قطر بالكتاب؟ علاقة يعني في الكتاب. في الكتاب أنا والله ما أنا أقول لك بشكل عام، أنا كنت أتكلم. عندنا علاقة دولة الجزائر من أيام الثورة، من أيام الثورة. دليل أن في هناك شهادة قدمت للمبعوث القطري، قدمت للمبعوث القطري أيام الثورة. طبعا في بعض المسؤولين الجزائريين، أعتقد هذا توفيق، اسمه توفيق، وهذا أبو القاسم، أيام زمان، أيام ذاك العهد. وقد أعطيت لهذا الشيخ اللي اسمه الشيخ عبد الله بن تركي السبيعي من وزارة المجاهدين، عن طريق أو تحت عنوان أصدقاء الثورة الجزائرية. ماشي. ومنه؟ هذا طبعا انتم عارفين حاليا اسم حاكم دولة قطر اللي هو الشيخ الأمير تميم بن حمد، هذا أبو حمد. حاليا طبعا كبير في السن، لكن منذ كان صغيرا تلا على المسرح وقال كلمته. هذا طبعا خط ايده، وهو يعني من اللي كانوا واقفين مع الجمهورية الجزائرية، قضية الجزائر. نعم. كاتب من ثورة الجزائر تعلمنا الصبر والكفاح، ومن ثورة الجزائر، هذا بخط ايده، من ثورة الجزائر تعلمنا الاعتماد على النفس، واتمنى لكل ثورة عربية ضد الاحتلال ان تتعلم من ثورة شعبكم. يعني ولحد الان بيوصي ابنه على الجمهورية الجزائرية، ويحب الشعب القطري الجزائري فوق ما تتصور. نعم. ومنه؟ هذا نفسه هو لما كان في البحرية الإعدادية، هذا كان كلامه، لكن تم طبع على اساس انه ما كان في كتابة خطيئة. هذه طبعا بالتعاون، هذه بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بالتعاون مع هذه من المجلات المحبوبة. صحيح صحيح. قديمة. صح. من المجلات القديمة المحبوبة. تواصل مع وزارة الأوقاف، يمكن يوفرون عليها. كنا نبحث، يمكن يوفرون لكم، يمكن يوفر لكم هذا الكتاب. مطلوبة. نعم. تتواصل مع وزارة الأوقاف لكن تتواصل مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يمكن يبعثون لك الكتب التي أنت تريدها إن شاء الله. مجلة محبوبة. نعم نعم. قديم. نعم. يعطيكم العافية. شكرا.
حياكم الله. هلموا يا أهل الجزائر. حياكم الله. تفضلوا أيها الشعب الطيب. هلموا هلموا تفضلوا تفضلوا إلى هنا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. يا أهل الجزائر. يا أهل الجزائر. يا أهل الجزائر. يا أهل الجزائر. أنتم تحبون البحر وتعرفون أعماقه وثرواته الدفينة. نعم نعم. أنا أحمد بن ماجد العماني أسد البحار الهائج. أسد البحار. نعم كما كانوا يلقبوني. عرفت البحر بآفاقه وأبعاده القريبة منها والبعيدة. فقد كنت بحارا مشهورا في الخليج العربي ما شاء الله والمحيط الهندي والبحر الأحمر. نعم. في القرن الخامس عشر الميلادي ولدت في جلفار. هل تعرفون أين جلفار؟ نعم جلفار يا سادة. هي في مدريد. هاي جلفار. هاي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. هل تعرفون أين جلفار؟ لا نعرف لا نعرف. جلفار يا سادة. يا لقد اختلف. جلفار يا سادة في عمان. في عمان. ولدت هناك في أقصى جنوبها. نعم. في العام 1415. صحيح. وأقمت في منطقة اسمها رأس الحد في أقصى شرقها لأمارس دراسات متعلقة بالخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر. كان والدي بحارا مشهورا. نعم رحمه الله. لقب بربان البرين. البرين. نعم نعم برين. بر العجم وبر العرب. لا وقد كتب عن تجربته في مؤلف بعنوان الأرجوزة الحجازية التي احتوت على أكثر من 1000 بيت من الشعر في وصف البحر الأحمر. 1000 بيت ما شاء الله. وماذا يقول مطلعها؟ يا سادتي تعلمت الكثير الكثير من والدي. علمنا. ولكن باقت شهرتي شهرته. ما شاء الله. نعم. ففرح وابتهج لأنني صنفت كأول بحار عربي. نعم. نعم. زرت قارة أفريقيا كثيرا كثيرا. وعرفت سواحلها الشرقية مثل كف يدي. ها. وفي العام 1498 التقيت بالبحارة البرتغالي باسكو دي جاما. نعم هذا البحارة البرتغالي المعروف. نعم التقيت به في ماليندي. هل تعرفون اين ماليندي؟ لا نعرف لا نعرف. في مدريد. يا سيدي اين مدريد واين ماليندي؟ هل تعرفون اين ماليندي؟ لا نعرف. لا تعرفون. انتم يا اهل الجزائر في افريقيا وماليندي في افريقيا. ماليندي في كينيا يا سادتي. عروس البحر في الشرق يا سادتي. نعم التقيت به في ماليندي في العام 1498 فكان يحاول الوصول الى الهند للحصول على البهارات. فطلب مني باسكو دي جاما ان اقود السفن الى الهند. وبالفعل قدت السفن البرتغالية حتى وصلت الى كالكتا. كالكتا. انا كالكتا. في الهند. في الهند. في الهند يا سيد هسانة حيث البهارات والتوابل. كان البرتغاليون اول من استفاد من ابحاثي فضمنوها في علومهم وابحاثهم. في الواقع كنت اول في التاريخ كنت اول كاتب للارشادات البحريه. انني قدمت وصفا
للبحر الأحمر لم يسبقني عليه أحد من قبل، فقد شرعت فيه حركة الرياح الموسمية والمحلية، كما أنني قدمت الكثير أيضا من الاكتشافات الفلكية مما عزز التجارة العالمية. ما شاء الله. إيه يا سادتي، كنت أول من اخترع البوصلة البحرية قبل الأوروبيين. نعم أول من اخترع البوصلة البحرية، وعندما أضفت عليها إبرة مغناطيسية ساعدت البحار كثيرا حتى لا يضيعوا. نعم. تركت ورائي أكثر من 30 مؤلفا. 30؟ نعم، كانت هي الأساس في علوم البحار. ما شاء الله. أنا أحمد بن ماجد العماني أسد البحار الهائج كما كانوا يلقبونني. والآن يا سادتي، قبل أن أغادركم أقدم لكم صديقي العالم العلامة الكبير العالم المجريطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي من مدينة مجريط في الأندلس. ومجريط يا سادة يا كرام هي مدريد الآن. كما نعم يا سيدي، هي مدريد الآن. هذه مدريد الآن. صحيح، مدريد. مدريد كما كنا نلفظها أثناء حكمي العربي للأندلس. نعم. لكني لم أمضي حياتي فيها، بل انتقلت إلى قرطبة عاصمة الخلافة ومركز العلم والمعرفة في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله. نعم. هناك عشت وعملت وتعلمت وعلمت. صحيح. ذلك أني أسست مدرسة لتأهيل الفلكيين والرياضيين، وعلمت بها مختلف تخصصات العلوم والهندسة رغبة مني في ضمان انتقال العلم إلى جيل جديد من العلماء في الأندلس، ولكي لا تضيع كل المعارف الهامة التي توصلنا إليها في القرن العاشر. أتعلمون يا سادة يا كرام ماذا قالوا عني؟ ماذا قالوا؟ لا نعلم، لا نعلم. قالوا عني أني أفضل الفلكيين والرياضيين. أوه. وأنبغ علماء الأندلس. أحسنت. وقد جمعت بين الرياضيات والعلوم الفلسفية، ثم أني أضفت علم الظل إلى علم الهندسة، وذلك من أجل حل مسائل المثلثات بطريقة اللوغاريتم. نعم. ولي أيضا نظريات في الأعداد المتحافة. أما مجالي الأساسي، نعم، أتعلم ما هو؟ الهندسة. كلا. الفلسفة. كلا. الفلسفة. كلا يا سيدي. الرياضيات. مجالي الأساسي يا سيدي هو الفلك. الفلك. فأنا أول من اكتشف نجم المليك في عام 979. نجم المليك. كما أني نقحت الترجمة عن اليونانية لكتاب خارجة النجوم، وهو أطروحة عن الإسقاط المجسمي للكرة، تعتبر الطريقة الرئيسية في بناء الاسترلاب. وما هو الاسترلاب يا سيدي؟ الاسترلاب. الاسترلاب أنا أعرف ما هو. أنا هكذا الاسترلاب. لا يا سيدي. الاسترلاب يا سادة يا كرام هو جهاز يستخدم لرصد المسافات الفاصلة بين الأجرام السماوية، وفي تحديد ساعات الليل والنهار. جهاز. نعم. والاتجاهات الأساسية. وقد كتبت رسالة حول بنائه وتركيبه أسميتها أبواب لا يستغنى عنها لمن يروم عمل الاسترلاب. نعم. ومخطوطة هذا العمل الأخير موجودة الآن في مكتبة باريس الوطنية في فرنسا. يعني. نعم. نعم. وقد كتبت كتابا أسميته اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني. نعم. وهو الكتاب الذي أثبت فيه البتاني الكواكب الثابتة. أما زيج فهي اسم أطلق على جدول فلكي يرصد مواقع النجوم وحركاتها. صحيح. طوره الفلكيون العرب بفضل المراصد الهامة التي أسسوها. صحيح.
ايضا يا ساده يا كرام الكيمياء. ماذا في الكيمياء؟ ماذا قدمت في الكيمياء يا سيدي؟ الكيمياء ايضا استهوتني، وعلى الاخص الصيغ والوصفات الكيميائيه لتنقيه بعض المعادن الثمينه. فانا اول من حول ماده الزئبق السائل الى ماده اكسيد الزئبق، وبهذا اكون قد وضعت الاسس لقانون بقاء الماشا. وبهذا اكون قد سبقت لا فوازي بعده قرون. ما شاء الله. نعم العرب سبقوا في كل شيء، علماء المسلمون. كما اني ابعدت الكيمياء عن السحر والشعوذه بتدريسي لها في مدرستي بطريقه التجربه والاستقراء، ولي في هذا التوجه كتاب هام. كشفت حيا لهم آية الحكيم، آية الحكيم سيدي الله يكرمك. ولي كتاب في هذا التوجه وهو غاية الحكيم الذي ناقشت فيه علم التنجيم والسحر التعويذي، وقد ترجم إلى اللاتينية في عام 1252 بأمر من ملك قشتالة ألفونسو العاشر. يا سيدي لا تخلق ألفونسو العاشر. ألا أكون قد أطلت الحديث وعقدته؟ فالعلوم التي اشتغلت عليها صعبة، لكن بفضل العلم والدراسات التي قمت بها توصلتم اليوم إلى ما أنتم عليه من تطور علمي. صحيح. ما شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. نقدم لكم أيقونتنا. نعم. نقدم لكم الطبيبة والصيدلانية والمقاتلة والمناضلة التي تشبه جميلاتكم في ذاك الزمان الغابر وهذا الزمن الجديد. نقدم لكم زمردة ست شام، أم ملك، أخت ملك، زوجة ملك، وأم الملوك. صباح الخير أيها السادة. صباح الخير. زمردة ست الشام، فاطمة خاتون بنت نجم الدين أبي الشكري أيوب. 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 تعرفون أيوب؟ الأيوبي. أيوبي. الأيوبي. من عرفني؟ الأيوبي. من عرفني؟ ما عرفناك، ما عرفنا. أنا أخت صلاح الدين الأيوبي. صاحبتي يا سيدي. هذا من عرفناك. ولهذا قالوا عني ابنة ملك، أخت ملك، زوجة ملك، وأم الملوك. ولي من الأقارب المحارم 35 ملكا. عشت في القرن الثاني عشر ميلادي، وامتلكت في صغري نواصي العلم والثقافة، أتقنت العلوم الشرعية، حفظت القرآن وعلمته للآخرين. ما شاء الله. ثم رحت أتعلم مهنة الطب. أيضا طبيبة. نعم طبيبة. وجلبت الأدوية النادرة معي من بلاد فارس والصين والهند، ثم ارتأيت إلى أن أفتتح مصنعا لصناعة الأدوية في بيتي. وبالفعل اخترت معي أفضل النساء، انتقيتهن لمهاراتهن في التعامل مع المقاييس والمقادير الطبية، وافتتحت مصنعا لصناعة الأدوية والمعاجين والعقاقير، ورحت أقدم الدواء مجانا لكل محتاج. وبهذا ضاع صيتي كصيدلانية ليس فقط في بلاد الشام، بل ربما في منطقتي بأسرها. وكنت بكل فخر إلى جانب امرأتين من عائلة ابن زهر عملتا في البلاد الموحدين في ذلك الوقت، أول امرأة تفتتح مصنعا للأدوية في ذلك الوقت. ليس هذا فقط، ماذا أيضا؟ عندما حان الوقت وكان أخي صلاح الدين الأيوبي يحارب ضد الفرنجة، كان لزاما علي مساندته، فالحاجة إلى الأدوية في الجزائر والمرضى عددها في تفاقم. ولهذا ارتأيت إلى تكوين كتيبة كاملة من النساء أسميتها كتيبة الحافظات. كتيبة الحافظات. قدت الكتيبة بنفسي واخترت فيها أمهر النساء، ولكنني وضعت شرطين للقبول ضمن هذه الكتيبة. ما هما؟ الشرط الأول أن تكون النساء حافظات للقرآن الكريم. ما شاء الله. وذلك حتى أضمن مشاركتهن معي في هذا العمل القاسي والمذنب. أما الشرط الثاني
أن تكون النساء فارسات ماهرات في ركوب الخيل. لماذا؟ 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 تتساءلون. نعم. وما علاقة صناعة العقاقير بركوب الخيل؟ سألت نعم الصراحة. صحيح والله سألني. نعم. أجيب. ذلك أننا كان لزاما علينا الدخول إلى ساحة المعركة. يا إلهي. نعم، وكان من الواجب حماية أنفسنا حتى نستطيع تقديم المساعدة والعلاج لكل محتاج. وبالفعل طلبت أحسن وأفضل الأحسنة من أخي صلاح الدين، وقمت الكتيبة بنفسي ودخلنا ساحة المعركة وحاربنا ضد العدو. حاربت. نعم. حاربت. وقدمنا العلاج والدواء لكل مريض وشريح ومحتاج. أنا ما أقول إنك من الجميلات يا سيدة تشبهين جميلات الجزائر. هذا قليل على مشاهدات الجزائر. نعم. صحيح. صحيح. ليس هذا فقط. وماذا؟ إن أفضل ما يشار إليه من إنجازاتي. نعم. هو ما يسمى ببناء المدرستين. مدرستين. نعم. أيضا. نعم. كانت بمثابة جامعة من جامعات هذا العصر. هل شاهدتم الجامعة؟ نعم. كبيرة وشاسعة متخصصات عديدة. نعم. في ذلك الوقت أسست المدرسة الشامية الجوانية. نعم. التي تقع داخل أسوار دمشق. أما المدرسة الثانية فهي المدرسة الشامية البرانية. التي تقع خارج أسوار دمشق. بينا. ولقد فتحت الباب أمام الجميع للعلم. الأدباء، العلماء، المتفقهين، رجال الدين وكل الطلبة من أنحاء العالم. إلا أنني اشترطت شرطا واحدا للمدرسين. ابنة ملك محتملك زوجة ملك. لك حق. لا 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 قد كان للفائدة. اسمعوا. اشترطت التفرغ التام لتقديم العلم، وذلك حتى أضمن حسن وصول المعلومة منهم إلى الطلبة. وبهذا أكون أول من أسس نظام التفرغ في التعليم، ولهذا يعودون باكرا يذكرونني دائما دائما. ولكنهم لا يعرفونني، يجب أن يضمنونني داخل المنهج. لقد حظيت بمحبة الناس واحترامهم، وذا عصيتي كصيدلانية وكؤم للجميع تعطي وتغدق. نعم. ست الشام، زمردة، فاطمة خاتون. نعم. بنت نجم الدين أبي الشكر أيوب، اذكروني بخير وترحموا علي كما ترحموا من قبل. هل صنعت مساحيق التجميل؟ لا، لم أصنع مساحيق التجميل. شكرا جزيلا. مهمتي عند الأدوية. شكرا جزيلا يا زمردة. شكرا. والآن يا سادتي نختم إليكم عرضنا هذا بطبيب وفيلسوف وكيميائي ما شاء الله وفنان الله. وشاعر. الآن مع أبو بكر الرازي. صحيح. الرازي. أنا صحيح. أنا أبو بكر الرازي كما قال. نعم. وقد جئت لزيارتكم من القرن العاشر الميلادي. سافرنا أنا وأصدقائي عبر الزمن حتى وصلنا إلى هنا لنخبركم عن أنفسنا. ولدت في منطقة الري في إيران، ودرست وعملت في مشافيها، ذلك لأنني طبيب. ولكنني طبيب مثلك. نعم زملاء. ولكنني كنت أؤمن دائما أن من يريد التطور في مهنة الطب عليه أن يذهب ويعيش في المدن الكبيرة. ما السبب يا سيدي؟ نعم. في المدن الكبيرة يكثر السكان ويكثر المرضى. نعم. ويزاول المهارة من الأطباء مهنتهم. لذا ارتعيت. ارتعيت ماذا يا سيدي؟ ارتعيت أن أذهب للعيش في بغداد. يا بلد الرشيد. بغداد التي كانت في عصرنا أهم مراكز العلم على تنوعه في العالم. نعم. وفي بغداد تطورت كثيرا في مهنة الطب. حتى صرت أمهر طبيب في عصري. ولكنني بالإضافة إلى ذلك كنت أعمل
وأجري أبحاثا في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلسفة بعد كل هذه العلوم. ذلك يا سيدي لأن عصرنا لم يكن عصر الاختصاص كما هذه الأيام والمعرفة في أيامنا كانت مزيجا متداخلا من المعارف العميقة والمتداخلة في آن معا. لذا تجدون في كتاب الحاوي في الطب عرضا ووصفا لكل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عصرنا في القرن العاشر. أبعد عنكم. نعم أنا لي من المؤلفات أكثر من 200 كتاب. قلت لكم الحاوي في الطب ولدي أيضا المنصوري في الطب ولدي الأدوية المفردة. كتاب الأدوية المفردة فيه عرض لتشريح أعضاء الجسم وظل هذا الكتاب بعد ترجمته إلى اللاتينية طبعا المرجع الطبي لجميع الأطباء في أوروبا لأكثر من 400 عام. 400 عام يا سيدي طبعا كتاب خطير. نعم ولا تتوقف المعرفة لدي عند الجانب اللغوي. ماذا أيضا؟ بل إنني كنت أحب الابتكار وهكذا توصلت الابتكار شيء ينقذ حياة الملايين من الناس يوميا. هل تعرفون ما هو؟ لا نعرف. ما هو الشيء؟ شيء ينقذ حياة حيوية. نعم مضادة حيوية. كلا كلا ينقذ حياة الملايين من الناس. ايش؟ سأخبركم. خيوط الجراحة. ايه ابتكرتها من احشاء المواشي الماعز وغيرها لانها من مواد عضوية طبيعية لا تؤذي الجسم وتذوب لاحقا عند ما يلتحم الجرح. وصنعت المراهم الطبية وساهمت أيضا في تقدم علم العقاقير في الكيمياء في الفيزياء وفي الفلسفة. كنت فيلسوف عصري. الفلسفة بالنسبة لي ولجميع من كان في عصرنا وعصورنا هي الميزان الذي توزن به كل النظريات العلمية. وبالإضافة إلى كل هذا كنت أهوى الشعر والموسيقى. قلت لك على سيرة الموسيقى عندما وصلت إلى الجزائر سمعت أغنية جميلة ولكن لحظة ماذا تقول؟ أريد هذه الأغنية أن نغنيها جميعا. هيا روح أعطوني هذا الجهاز وأخبروني عنه. هذا الجهاز؟ ما هذا؟ هاتف. هذا صندوق أسود. لا هاتف هاتف. ويوجد هنا كاميرا تصورنا كما يفعلون. سنصور هذه الأغنية ونغنيها جميعا. سؤال سيدي هل الأغنية جزائرية؟ جزائرية نعم نعم. تقول الأغنية سأبدأ أنا بها وستغنون معي. نعم يا سادة فلنبدأ نحن. الأغنية تقول نعم يا رايح وين مسافر تروح تحيا وتولي حالي تقول عباد الغالبين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تحيا وتولي حالي تقول عباد الغالبين قبلك وقبلي يا أخي جميلة. كتبها أظن اسمه دحمان الحراشي. دحمان الحراشي أنتم الرحمن رائع كلمات رائع هذا الشعب الرائع. أتمنى أن تذكروني دائما من الذين حفروا الطريق أمام المعرفة الكونية وأمام تقدم العلوم لصالح البشرية. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ونلتقي بعد. شكرا لحسن الاستماع في ذات المكان. وشكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم. شكرا لكم شكرا لكم. اذكرونا دائما. أسماءكم الحقيقية. اسمي الحقيقي أنا أبو بكر الرازي. لا 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 دخلت عبر الزمن. يا ما قل لي قل. وكيف تقارن الشاعر الرازي بدحمان الحراشي؟ دحمان أفضل مني ممكن أفضل مني دحمان. نعم شكرا لكم شكرا لكم. بارك الله فيك. سأكتبهم أبو بكر الرازي. ها؟ كانوا ثلاثة أشخاص من دحمان. نحن علماء مسلمين جزء من في الصباح وجزء في المساء. جد جيت امشي شويه بركك لعضه وبرك روح كمل. انا ابو بكر من الرازي واسمي وليد جابر. وليد جابر نعم.
منين منين؟ أنا من لبنان. ما شاء الله. صحيح. أما أحمد بن ماجد أسد البحار. أحمد من السودان. ماجد نعم من السودان اسمه الرشيد عيسى. أين هذا؟ زمرد. زمرد اسمها رؤى القلعي. رؤى القلعي من تونس. من قلعة بني حماد هذا القلعة. أما المجريطي فاسمه سليم درويش من سوريا. ما شاء الله عليك. وكيف تلاقيتم في هذا العمل؟ نحن كلنا مقيمين في قطر. أتينا مع الوفد القطري ونحن في نعمل في وزارة الثقافة القطرية. وأتينا مع الوفد القطري لأداء شخصيات علماء المسلمين. وقدمتم من قبل هذا العمل ولا؟ قدمناه سابقا في معرض الكتاب في قطر. والآن أتينا إلى جديد. أول مرة يخرج من قطر. نعم نعم. وأيضا هناك علماء مسلمين آخرين يأتون في المساء كذلك. أربع علماء. ما شاء الله عليك. وأنا من اسمك؟ رشيد طبي. رشيد طبي؟ إيه. لا إله إلا الله. ولك مالي طبي يا سيد رشيد طبي؟ نعم. الله يبارك. الله يبارك. قول لي أنت تجربة هذه درتها عجبتها بزياد. بزاف. يعني كثيرا. كثيرا نعم. قول لي ما هو أصل هذه التجربة اللي درتها؟ هذه يا سيدي التجربة التي أدرناها علماء المسلمون. علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي قدموا اكتشافات عظيمة جدا كان لها تأثير كبير جدا على العلم في على المعرفة في الدنيا في الكون كله. عشان كده قبل الرازي قال نحن قدمنا المعرفة الكونية التي استفاد منها العالم كله. صح. ولذلك نحن جينا نعكس هذه ال صاحب الفكرة كيف أنتم صاحب الفكرة أصلاً هو في معرض الدوحة العام الماضي في شهر مايو نشأت الفكرة باعتبار أنه كان العنوان بتاع المعرض هو يتعلق عن المعرفة يعني المعرفة. صاحب الفكرة صاحب السيناريو كتبت السيناريو كتبته دكتورة حنان قصاب هذه من سوريا هي كتبت السيناريو واختارت العلماء 10 علماء كانوا علماء مسلمين وقدمناها في هذا المعرض ولاقت نجاحا كبيرا. ودرت بحث كبير. نعم ودرت كل واحد مشى درس يعني مكون معلومات ولكن المعلومات الأساسية كتبتها هذه الدكتورة حنان قصاب وهي زميلتنا في مركز شؤون المسرح. هذه التجربة خاصة بمركز شؤون المسرح والمبادرة مبادرة مركز شؤون المسرح بدولة قطر الشقيقة. ممثل. نعم انا ممثل انا ممثل ومخرج من السودان. نعم. وش زملاء السودان الان؟ السودان منتهي الان نحن في حرب اهليه دمار نحن ولبنان وغزه في وضع لا يحسد عليه. نعم نحن امين دعواتكم امين يا الشعب الطيب. شكرا جزيلا. هذه الحبات يسمونها نقده. ها ايوه وتعمل بهذا بهذا الخوص والابره. ها ممكن القطعة الواحدة عشان نخلصها تكون جاهزة شهر. ما شهر. يعني هذا كل يتخدموا بنفس العملية. نفس العملية حبة حبة باليد. وكم سعر هذا اللباس؟ 2000 ريال يعني يمكن عندكم 70. شي 70؟ 70,000 بركة. 7 مليون شيء. 7 مليون. أدري. الله يبارك. ماشي 70,000 صح. ما عرف أحولها. ما شاء الله. هذا قلت لي وش اسمه؟ هذا ثوب النشل. قطعتين. ثوب النشل تلبس تحت دراع جلابين تسمونها عباية. عباية. هذه القطعة الثانية تلبس في مناسباتنا الشعبية مثل ليلة الحنة. يسمى مش متداول هذا غير في المناسبات يعني. بس فقط في المناسبات الشعبية. الله يبارك. وهذا خلي من هي هو نفسه بلون آخر ولا؟ بلون آخر عصري إذا طلبوا منا نسوي لهم بألوان مختلفة. ما شاء الله بنفس السعر أيضا. لا أقل لأن أقل شغل فيها. ما شاء الله. وين الجهة المشهورة بهذا العمل في قطر؟ مشهورة نعم وعندي. وينها اللي في قطر هاي في مناطق يعني؟ في قطر؟ إيه. في الحيل.
في الدحيل. أيوة. الله يبارك. شكرا جزيلا سيداتي. وهاي براويز مستوحاة عشان هو تبادل الهدايا. ايه. أشياء حديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سعد أخوكم من دولة قطر الشقيقة. قطر ولا قطر؟ قطر. احنا نقول قطر. قطر. بس احنا نقولها قطر. قطر صحيح. الله يعطيك العافية. اليوم نقدم الفن القطري العريق والجميل والتراثي، هذا اللي تعلمنا عليه من يوم أجدادنا وأجداد هذا الفن اللي سويناه من شوي. مش من منطقة ريت على الفن تاعكم هذا؟ مين بالضبط؟ هاي الله يسلمك، احنا هاي ما اقولش قطر بس في الخليج عامة، يعني ممكن نفرق حاجة بسيطة عن الخليج، كلنا فن واحد يعني. هاي الفن اللي سويناه سمونا فن البستة. فن البستة. البستة. البستة ايوه. البستة احنا نقول. ايوه. أه؟ هذه فرحية حق الوناسة حق الفرح، تعبر عن الفرح هذا. الله يبارك. يعني زيد كلمني عليها. كاين اغاني تعدوها؟ اغاني والله كثيرة. اعطيني امثلة. اشهر الاغاني عندك. أه. ما في اغنية واحدة مشهورة. التقليدية. تراثية. عندنا التراثية الغطرية. بعد شو اقول؟ يعني عندنا كثير والله، والله اذا بعدك بحتار. هو يقصد وحدة عالمية كما احنا عندنا تاعي الرايح والمسافر ناس. ايه تبون عالمية احنا نقول شوميلة شوميلة يا ام الهدف راعي الهدف شوميلة. قلهم يجيبوها لنا، قلهم يجيبوها لنا. ان شاء الله بعد الاستراحة بشر من عيون بعد الاستراحة. ان شاء الله يعني. ونجيبوها لك. حنا نستناو. الله يجزاكم خير ان شاء الله. Thank you.
بس يقولوا لهذه العملية تسخين ولا؟ خلينا نتكلم وياه. شاطر.